السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الابرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على رياض محرز وين يعيد مانشستر سيتي الى الصداره، يعني البريمير ليغ، وين استعاد مانشستر سيتي صداره الدور الانجليزي بفوزه بثلاث اهداف على ضيفه برينتون يوم الاربعاء على الملعب الاتحاد في اطار الجوله 30. يعني كانت مباراه كانت في صالح مانشستر سيتي، يعني بالسيطره باللعب بالاهداف، يعني دائما وين السيتي صرتو هذو لي ماتش طواله، كما يقول لك الغلطه غير مسموحه، لي ماتش طواله هذو الغلطه غير مسموحه بمدرب كبير، تاكتيك عالمي، ماشي تاكتيك تاع كرتون، تاكتيك عالمي، مدرب لي يدخل بخطة 4-3-3، تشوف منهج، يعني تشوف حتى وين توصل، وين زوج خطط، ثلاث تغييرات، يعني ثلاث خطرات تسيبو يغير في الخطة، يعني بدخول لعاب وين يقلب الخطة. حنا عندنا تاكتيك كرتوني واحد برك، وين لافريك كامله ولا تعرف هذاك التاكتيك تاعنا، ولا تعرف حتى اللي يلعبوا، ولا تعرف حتى وين يقضبها محرز، يعرف لمن غادي يعطيها، يقضبها بليلي يعرف لمن غادي يعطيها، الناس ولا تعرفنا كاع كي ندوروا. وين سجل ثلاثيه المان سيتي رياض محرز وفوندين وبيناردو سيلفا في الدقيقه 53، ورياض محرز في الشوط الثاني بعد ما انتهى الشوط الاول ب0-0، الشوط الثاني وجدنا الهدف الاول لصالح رياض محرز في الدقيقه 53، والفوندين في الدقيقه 65 بتمريره سحريه لرياض محرز، و 82 بيناردو سيلفا في الدقيقه 82، وارتقى السيتي الى صداره الجدول الترتيب بعدما رفع رصيده الى 77 نقطه، بينما تجمدت رصيد برينتون عند النقطه 40 في المركز العاشر. وجاءت محاولة الأولى لصالح المان سيتي في الدقيقة الثالثة بعدما تبع محرز الكرة، يعني مبعدا من طرف الدفاع تاع برينتون، وسدد مباشرة بعيد عن المرمى، وأرسل ديبرين عرضية من مخالفة في الدقيقة التاسعة تبع برأسية وذهبت أعلى العارضة، وين هدأت المباراة قبل أن يعود مانشستر سيتي لمحاولة من جديد في الدقيقة 24 بتسديدة من كانسيلو وذهبت بعيد عن المرمى، وكاد ديبرين أن ينهي صمود برينتون بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 26 ومرت بقليل بجوار القائم. ومن يعني هجمة وين بدأت يعني بدأها فوندين ومرت عبر ديبرين قبل أن تصل إلى بيرناردو من داخل المنطقة في الدقيقة 28، وسدد البرتغالي الكرة مقوسة تألق سانجيز في التصدي لها، وانتهى الشوط الأول بتعادل سلبي 0-0. المهم رياض محرز، ناس اللي قاعد يقول لك رياض محرز في مانشستر يلعب وفي ليكيب ناسيونال، روحوا شوفوا الخطة اللي يلعب بها غوارديولا، وشوفوا خطة ليلعب بها المهرج تاعنا، ماشي كيف ماشي كيف نهار على يقولك بلي محرز ما دار والو نهار بوركينا فاس، نهار كيسموها كاميرون ما دار والو، اش غادي يديرلك انت؟ لعب له بسبعة ديفونسير بدون صانع العاب، واحد اللي يغذي الدفاع الهجوم كاش، مع اللي لعبنا فرونت كاميرون ما كاش، على اللي لعبنا يعني مكاشي مكاش صانع العاب حقيقي، وهذه تاع صانع العاب حقيقي هدرتها نهار بوركينا فاسو في مراكش، قلت لكم يا جماعه رانا نلعبوا بدون صانع العاب حقيقي مكاش، كان في غولي تراجع المستوى تاعه، شاهدنا تراجع تاع في غولي بسبب الاصابه فقط، تراجع تاعو بسبب الاصابه، وما في غولي يبقى محارب، هذه باش يكون على بالكم، في غولي يبقى محارب. الناس اللي تجي تهدر تقول لك بلي محرز ما دار والو، محرز كان معاك في جنبه، كان في غولي وين كان يدير عدد، يعني من كثره اللاعبين بالتحركات، وين يعطي الاضافه في وسط الميدان في الهجوم، يعطي كان يمد الاضافه،
يعني كان بيرجع الوسط الميدان ويشوف وفرة تاع اللاعبين في الهجوم، تشوف وفرة تاع اللاعبين يعني وين كان يدير تناسق ما بين ثلاث خطوط. ما تجي تضرب الناس تقول لك ها ليك محرز راه داير كيف السيتي، يا ودي محرز شكون يلعب معاه ومحرز كيفاش يلعب الخطة وشكون يوصل له البوله وشكون يخدم عليه وشكون ماشي كيف كيف ماشي كيف كيف يا جماعه. زروقي هذاك زروقي ما عطاش الرودمو تاعو، زروقي المهرج تاعنا اللي كان يحوس كيفاش يعني يردوا اسطوره باش يبلع على ياسين عدلي فقط. كيما راح جاب هذاك زرقان، هذاك سي زرقان 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 اللي جابه من بعد ما عرفت وين راح، سالو كيما فيكتور لك حل ما عرفت وين راح، كيما ايلان ما عرفت وين راح. امير ابو ايلان شتاه البارح لعب وقيلا 66 دقيقه، يعني تشوفهم لاعبين اللي جاو عاودوا راحوا لا خبر عليهم، جابهم باش يبلع على ناس. هذا ما كان وين كان يحوس على زروقي ردوا اسطوره، بصح زروقي ما عطاش الروندمون تاعو بمعنى الكلمه. زروقي كانت عنده مباراه قويه لعبها في مراكش كونت بوركينا فاسو، من فماك ما كانش زروقي، من فماك زروقي ما كانش. وين عاودوا نولوا حنايا، وين بدا مانشستر سيتي الشوط الثاني بتسديده ارضيه قويه من كانسيلو من خارج منطقه الجزاء في الدقيقه 51 مرت بجوار قائم، ونجح مانشستر سيتي في افتتاح تسجيل في الدقيقه 53 من هجمه مرتده سريعه انطلق من خلالها دوبرين ليمرر الكره الى محرز الذي انفرد يعني بالحارس وسدد الكره وسكنت الشباك. وحاول برينتون التعديل نتيجة سريعا في الدقيقة 59 عندما ارتقى يعني اللاعب المهاجم لعرضية من ركنية مسددة من رأسية ذهبت سهلة في يد إيديسون، وعاد السيتي لتشكيل خطورة من جديد بتسديدة قوية من دوبرين من خارج المنطقة في الدقيقة 61 تصدى لها الحارس تاع برينتون، وطلق فوندين رصاصة الرحمة على برينتون في الدقيقة 65 بعدما سدد الكرة أرضية من خارج المنطقة واصطدمت بالدفاع برينتون وغيرت اتجاهها مخادع الحارس المرمى لتسكن الشباك. وسجل المان سيتي هدف الثالث في الدقيقة 82 بعدما مرر دوبرين الكرة السحرية لبرناردو على حدود منطقة الجزاء ليسدد البرتغالي الكرة مباشرة سكن الشباك. وحصل برينتون على مخالفة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع، نفذها يعني بتسديدة مباشرة ذهبت بعيدة عن المرمى لينتهي اللقاء بفوز سيتي بثلاثية نظيفة. هذا هو رياض محرز دائما من يقدم مباريات كبيرة، رياض محرز وين نقولوا بلي غوارديولا الناس مزية غوارديولا، على بالكم غوارديولا تاع شعر فرحان، أنا راه فرحان عليه. الناس من القضية تاع غوارديولا محرز راهم لاهيين في قاسامة، ناس صايكين لاهية في قاسامة، راهم صايبينها قاسامة قاسامة قاسامة، راه فرحان يعني الوحيد اللي راه فرحان هو غوارديولا، يعني فرح فرح فرح. والناس مساكين مازالو مأمنين بلي ياودي غادي يا راحت يا صاحبي. والله راحت مي كانت باغيت لك 10 ثواني، حنا كانت باغية زوج دقايق كنا رابحين، كنا رابحين باقي زوج دقايق كنا رابحين. حنا راحت لنا مي كانوا باقيين 10 ثواني، فماك راحت خويا. لو كنت أهلنا في الميدان ماشي في التيك توك والأخبار الكاذبة، كاميرون خايفين منك، كاميرون كانوا خايفين منك، ما يديروش ما ينشروش في السيتة الاتحادية تاعهم باللي غادي يلعبوا مع أربع منتخبات عالمية، غادي يلعبوا مع الأرجنتين، غادي يلعبوا مع الأرجنتين وقيلا مع المكسيك وقيلا دو ماتشينيك في الأوروب، وقيل كيما هكا يلعبوا مع الارجنتين ويلعبوا مع المكسيك، وجاي نتايا تقول لي الماتش يتعاود. الا عندك كيما قلت لكم هذاك مشراكه هذاك، يا
يا خويا رانا نقارعوا، قلت بلي بعد 21 نكشف امور رحمه الوالدين تاع 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 الشاب دين عماره تاع المغرب وقاطر ومعشا تخلط. الله يرحم السوابي، عطيني اللي قلت لنا بلي عندي تاع اللي قال لك هذاك الطوفه، قال لك شفنا كيما ست شاف ايطو راقد مع في بلون فلون، ايطو راقد مع قاسم، هذيك اللي شافها.